هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وقال إنه سيتعرض لاختبار لم يشهد مثله من قبل. وخلال تغريدة له على موقع تويتر قال ترامب إن كيم أون المجنون، كما هو واضح لا يمانع في أن يتعرض شعبه للتجويع والقتل حسب وصفه. كان زعيم كوريا الشمالية قد توعد ترامب بدفع ثمن التهديدات التي أطلقها الثلاثاء الماضي من على منبر الأمم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية.